شايف ان دي بتعتمد اكتر على الموهبة، ولا ممكن من خلال التدريب اقدر اوصل ان انا اكون معلقة تعليق صوتي؟ طيب بصي، انا يعني هتكلم عن وجهة نظر شخصية في الموضوع ده، ان اي حد في الدنيا ممكن يبقى فويس اوفر او معلق صوتي، بس هو انا دايما بقول لازم يتوافر فيه 3 شروط: ان هو يكون صوته واضح، وان يكون مخارج الفاظه مظبوطة، سواء بيتكلم بأي لغة، لغة عربية أو إنجليش أو أي لهجة، تبقى المخارج بتاعت الألفاظ نفسها مظبوطة، وطبعا وقفاته في الكلام تبقى مريحة للودن، يعني أحس إن هو النهاردة لسه هيكمل، النهاردة خلص. فدي لو موجودة في أي شخص أيا كان مين هو، فده ينفع إن هو يبقى معلق صوتي. زي ما بنشوف مراسلين كتير مثلا لما بينزلوا للشارع فبيعمل تقرير وبيقول أداء صوتي عليه، هو مش شرط يبقى صوته حلو او احسن حاجه، بس مخارج الفاظه واضحه والاداء بتاعه واضح فتمام. لكن اللي يميز بقى المعلق الصوتي ويخليه مميز، ان هو برضو من وجهه النظر بتاعتي انا اللي بعتمد بيها على شغلي، النهارده لازم الاحساس يكون موجود واصل في كل كلمه.